السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل وهام، أمريكا تصدم السعودية وتدفع بوساطتين لخفض التصعيد مع صنعاء قبل الانتخابات. وإلى التفاصيل. وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء صفعة للسعودية بقرارها السير بخفض التصعيد في اليمن قبيل الانتخابات، بينما كانت الرياض تتضلع لمواجهات أكبر. وكشفت مصادر دبلوماسية عن مساعي أمريكية للدفع بوسطاء جدد مع اليمن من ضمنهم دولة عربية وأخرى خليجية، موضحة بأن الإدارة الأمريكية قررت حسم ملف اليمن عبر رؤية جديدة إلى جانب خارطة الطريق الأممية. وأشارت المصادر إلى أن الرؤية الأمريكية تتضمن بوادر انفراج في الملف الاقتصادي، في إشارة إلى مزيد من العروض الأمريكية لمن وصفتهم بالحوثيين، لكنها تربط الحل بوقف العمليات اليمنية وهو ما ترفضه صنعاء باعتبار عملياتها البحرية غير قابلة للمساومة وذات بعد إنساني وأخوي. وبالتزامن مع هذه التحركات الدبلوماسية، أكدت الولايات المتحدة عدم رغبتها بمزيد من التصعيد. ونقلت قناة الحدث السعودية عن مسؤول أمريكي رفيع حديثه عن اكتفاء بلاده بمواجهة من وصفتهم بالحوثيين بعيدا عن حاملة الطائرات، في إشارة إلى عدم رغبة بمزيد من التصعيد. وكان المسؤول الأمريكي يعلق على تقرير للقناة زعمت فيه حشد أمريكا قوات للتدخل في اليمن، وما وصفته بتغييرات استراتيجية في محاولة لجر أمريكا لتصعيد أكبر لتجنب مزيد من التصعيد ضد السعودية. وتشير التحركات الأمريكية إلى رغبة واشنطن بالتهدئة مع اقتراب الانتخابات وانشغال إدارة بايدن بالحملات الدعائية. وتخوض القوات الأمريكية مواجهات مع اليمن منذ يناير الماضي، نجحت فيها الأخيرة بتحييد البوارج الأمريكية وأبرزها آيزنهاور التي اضطرت البحرية الأمريكية لسحبها بعد سلسلة هجمات ضدها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.